ولتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة أستاذة منى مصطفى، مديرة التداول بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية. مرحبا بكم على قناة أزهري ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني في البداية، البورصة المصرية شهدت اليوم انخفاضات كبيرة خاصة في النصف الثاني من الجلسة. في البداية أيضا، وقبل أن نستفيض في تحليل المؤشرات، ما أسباب هذه الانخفاضات رغم توقعات قرب تحرير سعر الصرف في البنوك؟ يمكن هو ده السبب الرئيسي. يمكن احنا على مدار السنة ونص اللي فاتت كان في إعادة تقييم للأسهم والأصول، وعليه كان في ارتفاعات على المؤشرات وبالتالي على الأسهم. مفيش شركات عملت طفرات في الإيرادات أو في النمو أو في الأرباح بشكل يوازي الطفرات للأسعار السوقية اللي هي حصلت على مدار السنة ونص اللي فاتت، واللي مازالت متوقعين إن هي تستكمل ارتفاعاتها وطفراتها للأسعار السوقية. ولكن ارتباط أداء البورصة المصرية على مدار الفترة اللي فاتت بأسعار الصرف هي اللي كان مخلينا دلوقتي نشوف التذبذب اللي حاصل خلال الأسبوع اللي فات والأسبوعين كمان اللي فات، وإحنا بنشوف محاولات من الحكومة المصرية للسيطرة على سوق الصرف أو سوق الصرف الموازي، وإن هي بتبدأ تضغط شوية على الأسعار. وأنا من وجهة نظر إن هي في محاولة لتقارب أو تقليل الفجوة ما بين السعر الرسمي وسوق الموازي، استعدادا لخطوة تحرير الصرف. أو يعني هو هيستلم مرن برضو أو هيستلم مضار أو تعويم مضار، ولكن هي بتحاول إن هي تقلل الفجوة عشان تقدر إن هي، طبعا هي مش هتقدر تروح لأسعار الصرف اللي في السوق السوداء أو سعر الدولار في السوق السوداء ل 60 و70 جنيه، فبالتالي تضغط على السوق السوداء شوية عشان تقرب السعر، عشان أعتقد التحريك في البنوك هيبدأ يكون أراوند أو يعني قبل 49 جنيه 50 جنيه، ممكن إن هو أقل منها بحاجة بسيطة، فبالتالي هم بس بيقربوا الفجوة أو بيقللوا الفجوة دي. طيب، وعليه مع التذبذب أو الفولاتيل اللي حاصل في أسعار الصرف والضبابية اللي احنا شايفينها وما فيش توضيح من المسؤولين على مدار الأيام اللي فاتت، مع إن إحنا في تأكيدات من الجهات المنحة أو صندوق النقد وغيره إن خلاص قرار التعويم اتاخد وإن هو مجرد أيام أو ساعات وهنبدأ إن إحنا يتم الإعلان عنه، ولكن إحنا في يعني ما فيش إفصاح لحد دلوقتي من الحكومة بشكل رسمي للموضوع ده. أستاذة منى، لماذا البورصة لم تصعد مع توقعات بخفض قيمة الجنيه المصري؟ لا مش سامعاكي، لماذا؟ بقول لحضرتك، لماذا البورصة المصرية لم تصعد مع توقعات بخفض قيمة الجنيه المصري؟ أستاذة منى، هو احنا في الأساس احنا طالعين كل ده عشان توقعات خفض قيمة الجنيه، أو بالفعل اللي تم هو اوريدي اتخفض بشكل كبير. يعني حتى البنوك، انت لما بتروحي تاخدي دولار من البنك هو بيدولك بسعر رسمي زائد علاوة تدبير عملة زائد مش عارف قيمة أو مصاريف إدارية برسنتج قد كده وهكذا، فأنت بتلاقي في النهاية أن أنت بتستلمي الدولار بيساوي 60 جنيه مثلا أو 58 جنيه. صحيح. تمام. احنا كل الاسعار او كل القطاعات، يعني احنا بدانا كمان نتردد خلال الفتره اللي فاتت ان الدولار في الذهب بيساوي قد كذا، الدولار في الصناعه بيساوي كذا، الدولار في السلع الاساسيه بيساوي كذا، وبالتالي كذلك الدولار في السوق بيساوي كذا. يعني احنا على الخميس ما قبل الماضي كان التجاري الدولي بيسعر الدولار ب 74 جنيه وهو كان في السوق السوداء ب 71 جنيه، فاحنا كنا خلاص. ده بيقول لنا ايه؟ ان المؤشر المصري او المؤشر اي جي اكس 30 وصل لقمه التسعير بالنسبه للدولار، فبالتالي كان لازم يحصل لك الانخفاض ده اللي تزامن مع ضغط الحكومه على سعر السوق الموازي او سعر الصرف الموازي، وبالتالي الفولاتايل ده. طيب، هل الفولاتايل ده هتستمر لفتره طويله؟ اكيد لا، اكيد احنا مستمرين في اتجاهنا الصاعد. ما فيش لحد دلوقتي شغله انعكاس في الاتجاه الصاعد طويل الاجل اللي احنا شغالين عليه، كل دي اشارات ضعف. انت مستمرين، اعتقد ان احنا كمان ممكن حتى لنهايه الشهر ده ان احنا نشتغل في نطاق ما بين
مستويات ال 26 لل 30. صحيح ان احنا النطاق العرضي او المدايات السعريه للنطاق العرضي دي بتكون كبيره شويه، وده نتيجه ان احنا حصل تشبع وتضخم في الاسعار، وعليها التذبذب بتاع السعر بدا يكون عالي بشكل كبير. نتيجة كمان ان الافراد او تم تسليم السوق للافراد في الحتة دي او في القمة دي من الاسعار، فالافراد سلوكهم بالضبط الافراد سلوكهم لحد ما بيعتمد شوية على السرعة العشوائية، القرارات الغير مدروسة، وبناء عليه بتلاقي تذبذب سريع، مدايات سعرية واسعة، وشوية نقدر يعني لو صح التعبير عشوائية في التحركات. عشان كده انت دلوقتي مش قادرين ناخد قرار حاسم، او يعني اغلب الناس مش قادر ان هي تاخد قرار حاسم بالبيع او بالشراء، بالدخول جديد ولا اضخ كاش تاني ولا ابيع واخرج بفلوسي بشكل واضح في الفترة الاخيرة. وبالتالي التذبذب اللي احنا شايفينه على مدار الجلستين ثلاثة او من بداية الاسبوع لحد دلوقتي هو في النطاق الطبيعي لحركة السوق او الحركة الموجية للسوق، نطاقات طبيعية برسنتج مقبولة جدا. واعتقد ان احنا كمان يعني ممكن نشوف تراجعات او نقدر ان نستحمل تراجعات حوالي 1000 نقطة او اقل بحاجة بسيطة. وبالتالي برضو كذلك احنا عندنا ارتفاعات ان احنا ممكن السوق يبدأ انه يرتد بحوالي 2000-3000 نقطة اراوند او يعني نقدر نتجاوز 29000 نقطة. نعم أستاذة منى، محتاجين كذا على جزء على جزء جلسة، يعني مش النهاردة أو بكرة، لكن على مدار جلسات عدة. يعني لسه كنت أسأل حضرتك أستاذة منى، ما تحليل حضرتك للمؤشر الثلاثيني؟ أنا هو أداؤه عرضي، عندنا تو باوندريز يعني ظاهرين بشكل واضح في السوق، الاختراق لأيهما هنبدأ ناخد الأكشن أو هتبدأ يتحدد الاتجاه القادم للسوق. تجاوزت مستويات 30000، أنت بتحضري نفسك ل 38-36000، بدأت أن أنت تتخلي عن مستويات 26000 أو يعني مدايا السعر ما بين 26000 ل 25750. أعتقد أن دي هتكون الإشارة الأولى لإنعكاس حقيقي وواضح في المؤشر الرئيسي، وبالتالي هنبدأ بقى نلاقي عمليات بيع أو عمليات تخارج خاصة مؤسسية بشكل كبير من السوق، وده طبعا هيبدأ يضغط ويعمل لي سلسلة من تسارع من البيع العشوائي، وبالتالي يبدأ ان هو يسحب معاه مارجين كولز وهكذا، ونبدأ ندخل بقى في الدوامة بتاعت الهبوط أو بناء الاتجاه الهابط. نعم، أيضا تابعنا إعلان وزيرة التخطيط تلقي العروض النهائية لشراء شركة وطنية خلال يومين، أيضا الانتهاء من بيع محطات توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت قبل نهاية مارس المقبل. ما تقييم حضرتك لهذه الخطوة وأيضا حجم تأثيرها على أداء بورصة مصر؟ بصي والله نتمنى ان هي تكون خطوة حقيقية المرة دي، يعني احنا بنسمع الكلام ده بقالنا سنتين. نتمنى ان يكون في يعني بس استاذة منى هنعتبره خبر ايجابي، هنعتبره خبر ايجابي لحين يتحقق. بصي هو انا من وجهة نظري ان هي حاجة هتصب في صالح او هيتم اخذ فيها خطوات جادة الفترة الاخيرة، لان احنا الدولة المصرية بتسعى بكامل جهدها ان هي توفر سيولة دولارية أو سيولة من العملة الصعبة، سواء بقى من يعني قروض أو تمويلات أجنبية أو تسارع شوية عمليات الاستحواذ وبيع الأصول اللي هي شغالة فيها من 2017. أعتقد أن ده ممكن يعني يكون مساهم بشكل كبير في تسريع العملية أو جدية إتمام الصفقة خلال الأيام اللي جاية. طيب هل ده هيلقي بظلاله على البورصة؟ الاثنين مش مقيدتين في السوق المصري، الاثنين هيتم الاستحواذ عليهم او نقل ملكيتهم خارج السوق لمستثمرين رئيسيين، مش هيتم حتى ادراج او طرح جزء منهم، وبالتالي مش هيكون في تاثير على قيمه المؤشر، رأس المال السوقي، اداء الشركات، والاثنين ما لهمش قطاعات مصاحبه يعني او قطاعات في السوق المصري. ولكن فكرة ان انت يكون عندك استثمارات مباشرة، وان كنا مش هنقدر نقول عليها ان هي بشكل او باخر استثمارات حقيقية مفيدة لينا يعني بشكل كبير، ولكن انت يكون عندك استثمارات وضخ
للاستثمار مباشر في السوق، ده بحد ذاته بيمشي لي العجلة الاقتصادية بشكل كبير. ولكن خلينا في النهاية نبص على حاجة مهمة قوي، وإن الفلوس دي هتخرج تروح فين، أو هتبدأ قيمة الصفقة دي تتوجه لإيه يعني عمليا وأساسيا. هتبدأ إن هي تتوجه لسد الفجوة التمويلية اللي إحنا محتاجينها خلال الربع الأولاني ده، لو مش الربع الأولاني سوري تفضلي. وبالتالي مش هيتم ضخها في قطاعات او عمليات اقتصاديه مباشره، وعليه احنا مش مستنيين ان هي تجيب لنا عائد يعني بعد كده. فبرضه يعني هي هتسد الفجوه التمويليه، هتبدا ان هي تخفف الـ يعني ضيق توفير العمله عن اتجاه الحكومه المصريه شويه، لكن في النهايه هي مش هتدخل لي برضه في العمليات الاقتصاديه المباشره للدوله. صحيح. والتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية، أبدأ مع حضرتك والمشاهدين من بورصة أبو ظبي التي أغلقت على انخفاض ناهز 1%. ما تحرير حضرتك أستاذة منى للأداء؟ بصي، النهارده ما كانتش جلسه يعني غريبه عن يعني اداء المؤشر خلال الفتره الاخيره، هي كانت جلسه استكمال سلسله التراجعات اللي احنا بادئينها من منتصف يناير. كنا بنحاول ان احنا الطلعه الاخيره نتجاوز مستويات ال 10,000 نقطه، جربنا مره واثنين، ولكن كانت عمليات جني الارباح هي الاقوى والمسيطر على مجريات السوق خلال الفتره الاخيره. ويمكن لان احنا كانت الى حد ما خارجين من السنه اللي فاتت، معنويات المستثمرين الى حد ما كانت مرتفعه بشكل او باخر، كانوا كلهم قادرين ان هم يتحملوا المخاطره، وكان في عمليات لضخ السيوله بشكل كبير، كنا منتظرين ان هي تكمل معانا مع بدايه السنه، ولكن كان في ضغط بيعي بشكل كبير على مؤشر ابو ظبي. النهارده يمكن 1% هي يمكن من اثقل الجلسات اللي احنا شفناها على مدار الفتره اللي فاتت او على سلسله التراجعات اللي فاتت. قدرنا ان احنا او وصل بينا المؤشر لمستويات دعم مهمه قربنا منها عند ال 9230 نقطه، احنا طبعا يعني 9332 نقطه، فاحنا نعتبر كده دخلنا في التريتوري بتاعت الدعوم. هل ده هيقدر ان هو يوقف حركه جني الارباح؟ ما اعرفش بشكل يقيني، لان لسه القطاع المصرفي هو كلمه السر في حركه اسواق الامارات بشكل عام، ويمكن سوق ابو ظبي يمكن القطاع المصرفي يمكن كان مش هنقدر نقول اضعف، ولكن هو ده كان مسيطر خلال الفتره اللي فاتت، مع طبعا تخوفات بقى من قرارات الفدرالي، وان هو لسه ما عندهوش بشكل واضح او تطبيق بشكل واضح لخط الخفض، وبالتالي تبعيه من المركز الاماراتي، وعليه انت ما زال يعني السوق في انتظار. اكيد بالضبط، يعني ما زلنا في انتظار الملف ده بشكل او باخر. نعم، ننتقل للقطاع القطاع العقاري يبدا ان هو يخش يسبورت شويه ما بين يعني حين اخر كده باخبار ايجابيه على القطاع نفسه او على احد شركاته، ولكن برضو احنا ما زلنا يعني في سيطره كامله للبيع. نقدر نقول ان الهبوط قصير الاجل او على يعني مد قصير الاجل، وهو اعتقد ان هو هيكون اني يعني هينتهي ما بين جلسه والثانيه، ونبدا نشوف ارتداد وارتفاعات ثانيه على المؤشر، هنقدر ان احنا نحاول نوصل بيها لمستويات او نقرب فيها بيها المستويات 10,000، ولكن مش دلوقتي، احنا ممكن نتكلم على مدار الربع الحالي او مدار الربع الاولاني من 24. صحيح. ننتقل لسوق دبي المالي الذي انخفض اليوم ايضا، ما تحليل حضرتك للاداء وتوقعاتك له الفتره المقبله؟ النهارده كانت جلسه مختلفه شويه، يعني لانها كانت تعتبر جلسه انعكاسيه للمؤشر. احنا بعكس ابو ظبي كان دبي هو المسيطر بأوفر بيرفورم المؤشرات الامارات خلال يعني نقدر نقول 3 شهور من اواخر السنه اللي فاتت او من الربع الاخير من 2023 لحد دلوقتي، يعني لحد جلسه النهارده بس، وبدانا نشوف الانعكاس دوت، ويمكن هو الانعكاس الاقوى على مدار الفتره اللي فاتت كلها. صحيح.
وبرضه بالتبعيه هو نتيجه الاداء القطاع المصرفي او الهبوط العنيف اللي حصل للقطاع المصرفي، برغم من الاداء الايجابي جدا لنتائج الاعمال والتوقعات المرتفعه بشان التوزيعات، ولان كان في ضغط بيعي كبير على القطاع، واعتقد ان هو يعني ده اطال السوق كله، يعني في اسهم قدرت ان هي تنفصل بشكل او باخر، ولكن في النهايه يعني احنا حتى لو كنا بنتابع بدايه الجلسه هنلاقي ان كان في الى حد ما تباين في الاداء كده على مدار الجلسه، ارتفعنا وبعدين قلصنا وبعدين حاولنا ان احنا نرتفع تاني ومن ثم اللي حصل. أيضا تابعنا نمو أرباح الشركة العالمية القابضة المدرجة في بورصة أبوظبي بشكل قياسي، بلغ نسبته 114% خلال العام الماضي. ما رؤية حضرتك لذلك، وأيضا تأثير نتائج الأعمال على أداء السهم؟ بس يعني العالمية القابضة شركة قوية جدا، يمكن مش في القطاع بس، هي في الدولة كلها، في السوق الإماراتي ككل. من 2020 وهي عاملة خطة استحواذات، وبالضبط عاملة خطة استحواذات وتوسعات للأنشطة ودخول في قطاعات جديدة وقطاعات مختلفة، فهي عاملة لي محفظة استثمارية متنوعة بشكل قوي جدا وقوية جدا. يعني احنا يعني لو هنبدأ نتكلم على الطفرة الأخيرة بس، انت هتلاقي كل المؤشرات المالية بتاعت الشركة بتشهد نمو بشكل رهيب. ربحية السهم بس يعني زادت حوالي 81% من 2022 ل 2023. انت عندك الأساس بتاع الغذاء القابضة اللي هي بتمتلك فيها حوالي 83%، بتعمل خطة استحواذات كبيرة جدا. يعني آخرها كانت الاستحواذ على شركة الطيران قرابة النصف، يعني شركة الطيران التركية، وده لأنها عايزة تأمن أو تعزز من قدرات التوزيعية بتاعتها، فهي مش بس بتروح تستحوذ تضم أصول أو تكبر من محافظة الأصول عندها، ولكن هي بتارجت شركات معينة تساعدها على الأداء المالي والتدفق النقدي وزيادة النمو بتاعها بشكل كبير جدا. صحيح، وده زي ما بقول لك يعني اللي بان لنا فيه الاستحواذ الاخير اللي تم. وبالتالي هي الشركه كمان عندها يعني ما زالت منتهجه نفس نهج الاستحواذ والتطوير واتساع المحفظه الاستثماريه، واعتقد ان احنا في المستقبل هنشوف ارقام مختلفه بشكل كبير كمان في الشركه. طب استاذه منى، هل نتوقع صعود السهم العالميه القابضه بدعم من نتائج الاعمال؟ انا مش سامعك، نتوقع ايه؟ نتوقع صعود سهم العالمية القابضة بدعم من نتائج الأعمال؟ أكيد، وخاصة إن خلاص يعني أنت المفروض يكون عندك إيرادات قوية، وبالتالي ربحية السهم زادت، وبالتالي هيكون عندك عوائد على السهم بشكل كبير، وده هيعمل لي جذب بشكل يعني كبير جدا على مدار الفترة اللي جاية بالنسبة للمستثمرين، وعليها يزود لي سعر السوق للورقة. نعم، وضحت النقطة. بشكر حضرتك من القاهرة أستاذة منى مصطفى، مديرة تداول بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، لمشاركتها معنا اليوم.